ورحمة للعالمين. وكانت هذه حقيقة يعني كان لها تأثير قريبة، تأثير مستقبلي بعيد، باعتبار أنها معجزة أنه شخص يتيم يظهر في منطقة بسيطة ويقول يعني يبشر بنظام أممي عالمي مستقبلي، فهذه كانت في حد ذاتها معجزة. نعم. ثم أنه النبي عليه الصلاة والسلام بدأ ينشر في هذا المجتمع القبيلي، بدأ يثقف. والشيء المهم في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أنها بدأت بشخص النبي من ذاته، يعني مقارنة مع الأنبياء والرسل السابقين كلهم. يعني طبعاً ربما دكتور ولو أقاطعك، يعني كانت هي التثقيف الذي ذكرته عن الرسول كان يمكن حتى قبل أن ينزل عليه الوحي، كانت هي الرسول منذ بدايته ومنذ صغره كان ملما بالأخلاق وبالمبادئ التي كانوا يعني أهل هذه المنطقة هم يفتقدونها. أحسنتم. إمكانيات ذاتية لم تدعمه، يعني ما استند على المعجزة الخارجية، مثل ما إذا تأخذ تاريخ الأنبياء والرسول كان الدعم الأساسي المعجزة الخارجية. نعم. وكل الأنبياء والرسل معجزتهم خارجية، بمعنى أنه انتهت المعجزة، انتهت شق البحر، إحياء الموتى، كانت ذات يعني تعمل ضمن التخطيط القريب ضمن زمنها، انتهت يعني معجزة وقتية. أحسنتم. بينما معجزة النبي عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بطرح ثقافة وفكر إنساني متكامل بعيدا عن المعجزات، حتى المعجزات التي حصلت هي معجزات قليلة وذات تأثير زماني محدد، إنما معجزتين حقيقة أساسية خالدة للنبي عليه الصلاة والسلام. أولا مسألة القرآن اللي هو باقي إلى هذا اليوم يفرض نفسه مع العلم أن القرآن الكريم، هذه من أعظم المعجزات، أعظم المعجزات. والقرآن الكريم تحدى البشرية 1400 سنة، طلب أنه البشرية بما أنه العقول الأخرى التي يدعون أنهم قادرين على أن يقدموا شيئا، تحداهم أن يقدموا حتى لو سورة واحدة، والسورة بمعنى ثلاث آيات، يعني إحنا عندنا أقل سورة ثلاث آيات بالقرآن، سورة واحدة. عجز إلى هذا اليوم، وكانت هناك محاولات حقيقة فاشلة ومخجلة، وتعبر عن شنو، عن جهل التي قام بها. الشيء الثاني الذي لا يقل أهمية هو النظام العادل الكامل، النظام العادل الكامل بمعنى يستند على العدالة ويضع الأشياء في مكانها، وثم شنو كامل بمعنى يتولى حل مشاكل الفرد والأسرة والمجتمع والبشرية بشكل عام، بل حتى ثم يتوسع على حل مشكلة الكون. فهذه النظام، هذا أعظم من أعظم المعجزات، النظام الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. طيب دكتور، ما هي أبرز الأساليب التي اتبعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في نشر دعوته الإسلامية؟ هو ابتداء ما كان استناد على المعجزات مثل بقية الأنبياء والرسل الآخرين. احنا قلنا انه بقية الأنبياء والرسل استندوا على المعجزات، لم يستندوا على شنو، على إمكانياتهم الذاتية في التثقيف. حتى لو ترجع احنا نستند على القرآن، والقرآن هو الذي أثبت النبوات الأخرى. بالمناسبة النبوات الأخرى هسه كثير من الباحثين الماديين يقولون ان لا وجود لها، إلى أن نقول أن موجودة باستنادا على القرآن. القرآن هو اللي ثبت بقية النبوات. بقية النبوات باعتبار أنها لأنها استندت، بقية النبوات استندت على ماذا؟ استندت على المعجزات، والمعجزات لها وقت محدود. اليوم يعني الإنسان الموجود الحاضر لم يرى شق البحر، ولم يرى إحياء الموتى، ولم يرى مثلا مسألة الحرق الذي تعرض له، ولكن النبي أتى بمعجزة ملموسة إلى يومنا. أحسنتم. وليس هناك أطروحة كاملة من أي نبي آخر، إنما كانوا في الحقيقة الأنبياء والرسول 124 ألف نبي ورسول يمهدون للنبي الأكرم. النبي الأكرم ميزته والمعجزة الأساسية أنه هو اعتمد على إمكانياته التثقيفية والفكرية الذاتية وليس على المعجزات. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على